هاي. يعتبر لبنان رائد بمجال الجراحة التجميلية يلي انطلقت منه من سنوات طويلة قبل ما توصل على باقي البلدان العربية، ومع أنه إحصائية عملية التجميل بتبين تقدم بعض الدول العربية بهالمجال، إلا أنه نسبة عملية التجميل بلبنان ما تأثرت بصورة كبيرة، وباقي لبنان أحد أهم مراكز السياحة العلاجية بالعالم العربي. سجلت نسبة عملية التجميل بلبنان أعلى مستوى نمو عالمياً، بيوصل لحوالي 20% سنوياً، وبتقول الإحصاءات أنه أقل مركز للتجميل بيجري بين 120 ل 150 عملية تجميل شهرياً. أما عائدات عملية التجميل فبتشكل نسبة 15% من إجمالي الإنفاق السياحي السنوي بلبنان. مين قال أنه سبب هالإقبال هو مهارة الأطباء اللبنانيين التقنية المتطورة والأسعار المدروسة؟ أنا قال. شوفكم بكرة.